جزاكم الله خير. رسالة من المغرب فضيلة الشيخ وصلت من السائل أحمد إبراهيم، يسأل عن مجموعة من الأحاديث. الحديث الأول يقول: ما صحة هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ حديث مكروه، لم يصح في زيارته صلى الله عليه وسلم على الخصوص في زيارة قبره، لم يصح في زيارة قبره على الخصوص حديث، بل كلها أحاديث إما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، أو أنها موضوعة كما نبه على ذلك كبار الحفاظ من المحدثين. نعم.